تتجه الحكومة إلى فتح باب الاستثمار أمام الخواص في قطاع الاتصالات السلكية، هو التوجه الذي يراه الخبراء الحل الأمثل للنقص الذي تعاني منه الجزائر. التفاصيل مع محمد بومتشو. يبدو أن مشهد احتكار اتصالات الجزائر لمجال الاتصالات السلكية شارف على نهايته، فوزيرة القطاع في خضم ردها عن سؤال كتابي للنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية حسن عريبي كشفت عن قرب فتح باب الاستثمار فيه للخواص، وذلك بتعديل على القانون المسير له. سيكون بمثابة القاعدة الأساسية لدفع بالاستثمارات إلى الأمام وتحقيق مبدئيا الفتح المجال أمام التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه يوظف كفاءات شبانية على غرار أو عكس ما نجده في المؤسسات العمومية التي تعتمد على الإطارات والتقنيين الذين لديهم تكوين قديم. في حال دخول استثمارات خاصة ستتغير معالم سوق الاتصالات والانترنت، ما يضع مؤسسة اتصالات الجزائر أمام حتمية مراجعة سياستها الحالية. صندوق راح يكونوا دي زوفر كونكورنسيال وراح ينقص لو بري، وثاني كزابون الى لو شوا ايلي با اوبليجي يدي ان سول اختيار واحد، لانه يكون عنده بزاف لي فورنيسور داكسي، ولتم سا سرا لا كومبيتونس تاع شاك انتربريز كي با فير دي زيفور ماركتينغ و دي زيفور دو ريدكسيون دو كو اي بور بروموفوار سي سيرفيس بور سي دافوار لو بلو غران نومبر دو بار دو مارشي. أمام احتكار القطاع العمومي للاتصالات السلكية واللاسلكية، صارت الجزائر متأخرة في المجال عن بلدان أقل منها شأناً، فهل سيحمل القطاع الخاص القفزة النوعية؟